يسرني أن أقدم شكر الوافي بالإنابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية للسادة الأفاضل منظمين مؤتمر معرض فنتك في هذا اللقاء الهام الذي أتاح لي الفرصة بالمشاركة مع كافة الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات المالية إلى جانب الشركات والبنوك والمعلومات المحلية لمناقشة التطورات السابقة في ضوء تأثير شركات تكنولوجيا المعلومات المالية والدفع لها قدماً.